فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت أصلي نافلة ومر بي شخص وسألني وأنا في الصلاة عن شيء، إذا كنت أصلي نافلة فمر بي شخص وسألني وأنا في الصلاة فأشرت له برأسي، فهل فعلي هذا جائز أم أنها تبطل الصلاة؟ لا، ما تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة، مجرد إيماء بالرأس أو باليد للإشارة ما يبطل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، كان صلى الله عليه وسلم إذا سلموا عليه وهو في الصلاة يرد عليهم بالإشارة بيده. نعم.